مقسومة نصين، أنا زي حاجات كتير متقسمة على اتنين. مقسومة نصين، أنا تلج ونار وشرق وخيم، أنا الحالتين. مقسومة نصين، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه اللي اداني ورا نضارتي؟ ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مداري ولا نضارتي؟ ضحكة دي ولا دمعتي؟ ولا حد فينا عارف يتغير من أول وجديد، والوحدة بتزيد. ما خلاص محدش بيقدر أبدا ولا خد بالإيد. لا الدنيا بتفيد، أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مداري ورا نضارتي؟ ضحكة دي ولا دمعتي؟ أنا بنسى الغدر وبعفي وبرجع تاني وبكره ضعفي وبضيع نفسي الحاجة اللي أنا ضيعت عشانها سنين. مش واضحة ملامح صورتي ويسألوا أسئلة فوق ما قدرتي. إيه مداري ورا نضارتي؟ ضحكة دي ولا دمعتي؟ كنت فين من الصبح؟ كنت بدور على شقة أجر. شقة؟ شقة إيه؟ ما أنت قاعدة في شقتك أهو. ياسر قلت لك مش هينفع. أنا ما ينفعش أفضل قاعدة هنا، وأنت ما ينفعش كل يوم والتاني تروح تبات في المكتب. وبعدين أنا خلاص طالما هستقر هنا ومش هرجع اسكندرية تاني يبقى لازم أرتب أموري. مش عارف أقول لك إيه بصراحة. ما تقولش حاجة. أنا خلاص اتفقت على الشقة وبكرة إن شاء الله الصبح أروح أستلمها. اتفضل. خلي المفاتيح معاكي، عشان الوقت ما تحبي تيجي هنا تعالي. عشق دي شقتك مش شقتي. خلاص زي ما تحب يا حبيبي. طب بالنسبه بقى للمهندس الحيوان ده، عشان المفروض كنا نروح الصبح نعمله محضر. ياسر انا مش عايزه شوشره. افرض ان انا عملت كده فعلا ولما رحنا هناك كان في صحفي يصورني ونزلت في الجرايد واهلي شافوها، ايه اللي ممكن يحصل بقى ساعتها؟ اللي تعمل كده يا ياسر تبقى واحده مش في الظروف اللي انا فيها، احنا مش ناقصين. طب خليني ارفع لك قضيه عشان نخلص من كتب الكتاب بتاع اسكندريه ده. ما تقلقيش مش هتاخد وقت، ورقتك هتبقى عندك على طول. لا طبعا يا ياسر برضو ما ينفعش، انت كده هتوديني وتودي نفسك في 60 داهيه، كده هيعرفوا مكاني ويعرفوا ان انا معاك. اصبر شويه خلينا نفكر ونشوف هنعمل ايه. حبيبتي انا ليه حاسس كل ما بنقرب لبعض في حاجه بتحصل وبتبعدنا؟
عشان انت قدامي وايدك في ايديا وحاسس ان بينا مسافه مستحيل اقدر امشيها لوحدي. ما تقولش كده، طول ما انا جنبك وايدي في ايدك هنوصل لبعض ان شاء الله. طيب ممكن اطلب منك طلب بقى وما تقوليش لا؟ ايه؟ تعالي. يلا بتاع روحوا غسلوا، ما بدي اسمع ولا صوت، ما بدي اسمع ولا صوت، ايه واضح؟ ايه ده يا سيدي؟ اشمعنى؟ دي هدية مني ليك، اعتبريها يا ست ذكرى للأيام اللي فاتت، ووقت ما تحس إن إحنا نقدر نتجوز هجيب لك شبكة. بصراحة كانت أنا لا قادر أرجعها ولا قادر أشوفها مركونة في عندها تعرفها. عشان أنا جبتها عشانك. مستحيل أشوفها غير معاكي. مش عارفة أقول لك إيه بجد. أنا بجد بحبك يا سيدي. برقبتي بس انا مفيش بس، تعالي هنا. احنا ما بنلعبش يا روح امك، ده فلوس، فلوس كتير قوي. فاكره لما رحنا شقه ست الكل لما كنت معفنه، مسكوكي وقلعوكي وحموكي ولبسوكي نضيف، فاكره؟ فاكره كل اللي حصل ده اتصور بالكاميرات اللي انا زارعها في هذا المنزل عشان نوثق هذه اللحظه الحاسمه، وهننقله على سيديهات وننزله على النت. بس يا بنت بس، ما تخافيش، لو سمعت كلامي هديك السيديهات دي عشان تمسحيها، انما بقى لو عملت فيها عذراء الربيع حيث الشرف هننزل السيديهات دي على النت ونخلي الشباب بقى يتفرجوا، وبالذات شباب بلدكوا واخواتك بقى تتصيط، ومش بعيد شارعكوا اللي في البلد يتسمى على اسمك، ما هو خدمات جليله. حرام عليك يا بيه، ربنا ما يفتحك ولا يكشف صدرك على حد. انا ما عملتش فيك حاجه، ما تعملش فيا كده. أبوس إيدك، أبوس إيدك يا بنت، أبوس إيدك استرني يا بنت. عيب، عيب عليكي. هو أنا برضو أرضلك حاجة وحشة؟ ده أنت حبيبتي، ده أنت هتلبسي أحسن لبس وهتاكلي أحسن أكل وأحسن شرب وأحسن فرشة وهتمسكي أحلى فلوس. طب إديني الفتيوهات، إديني الفتيوهات أمسحها وأنا عايش خدامة تحت رجليك. ما أنت لو سمعت كلامي محدش هيشوف ولا هيسمع عن الفيديوهات دي غيري انا. يا بي حرام عليك، ما تفتحليش، انا زي اختك وسيدي الوراري بنيه بالحاجات ديت. يا لهوي يما، حرام تحلفي بسيدك الورواري كذب، امال الواد بتاع البلد ده كان ايه اللي ضحك عليك؟ يلا انا عايزك تبقي حلوه كده وما تتعبينيش عشان ما تعبكيش. يلا امسحي دموعك كده عشان نطلع للراجل حمد في العربيه. يلا انت لسه هتتنحي؟ يلا ياما هايل قوي. قبل عزه، قبل عزه، انت فوتي؟ هات ايدك يا شوشو. الحمد لله على السلامة يا أبلة. انت بتعملي ايه يا شوشو؟ بديكي الحقنة يا أبلة، ده انا قاعدة عمالة ابص في الساعة كل شوية عشان الميعاد ما يفوتش. ومين اللي جاب الحاجات دي كلها؟ بلبلة. بلبلة؟ هي رجعت؟ يا لهوي يا أبلة، دي موتت روحها عليكي واتخانقت مع أم عزة وشمس عشان كانوا عايزين يسيبوكي تموتي، بس هي وقفت ليهم زي الشوكة وجابت لك الدكتور والدواء. بلبلة عملت ده كله عشان أنا؟ أيوة، ده الدكتور قال له لا كنت متي بعد الشر يعني. بلبلة؟
طيب ايوه انت متشكر، متشكر جدا، الف شكر. طمني في ايه؟ مالك في شاليه السخن؟ مقفول من جوه حتى المفتاح. طب استنى هحاول الف لما اقول. طب بسرعة خبط عليه. مش عليا غير لما ابعت لك. ها عملت ايه مع لولا؟ اللولا حاف كده. خلاص يا ستي الرئيسه مدام ليلى هانم اللولا. حلو كده كلمتها. وبعدين حصل ايه يعني لما كلمتيها؟
والله ما تتكلمي يا لولا وانا اشد بقك كلام. ما هو الكلام مش حلو عشان كده مش عايزه اديهولك في وشك مره واحده على الصبح كده. ليه؟ لو كنا قالت لا طلبت زياده. زياده؟ يا نهار اسود، ده احنا على كده مش هتطلع لنا اي حاجه. ما انا قلت لك ان هي ست طماعه. طمعت ايه بس؟ دي حراميه رسمي وكانت رسمه بس علينا الدور وعامله لنا فيها احكام ضرب محافظه. انا قلت لها انه مش هينفع وان احنا كده ممكن نلغي الموضوع خالص. لا لا نلغي ايه بس يا لولا؟ امال هنعمل ايه؟ نرمي نفسنا في النار يعني علشان شويه فتافيت؟ فتافيت فتافيت هو احسن ما فيش. انا كمان وعدت الناس ان احنا هنخلص. وهنعمل ايه دلوقتي؟ العمل عمل ربنا، هنديها اللي هي عاوزاه وربنا ينتقم منها. جاري على 160 طمنيني. اداري يا صافي اداري، ربنا يقومها بالسلامه. ايه يا دكتور، طمني فات ولا ايه؟ للاسف الحاله لسه مش مستقره، نزف الدم كتير جدا والدم اللي احنا بنقوله لها مش كفايه، محتاجه فصيله دم بي بلس ضروري. انا دكتور، انا فصيله دم بي بلس. طب تعالى معايا بسرعه. نزف انزل شوف كل المستشفيات القريبه مننا، اكيد هتلاقي ان شاء الله. يا رب وقف معانا يا رب يا رب. اطمني يا ليلى، خير ان شاء الله خير. اسمع يا ابني، انت هو الحاجات اللي اتسرقت دي ما خرجتش براكم انتوا الاثنين، انا حاسبكم الليله دي، بكره الصبح لو ما نطقتوش انا اعرف اخليكم تنطقوا كويس. خدهم على الحجز حامل. تمام سعد، فوت قدامي منك له. ادخل. فريدة؟ أنا قلقانة قوي على ملك. ما تقلقيش، هي بس تضرب كيس الدم اللي أنا بملاه ده وهتبقى زي الرهوان متريليوس. أنا والله خايف تدمنه بس. الحمد لله إن فصيلة دمك طلعت زي فصيلة دمها. تصدقي أول مرة في حياتي أعرف إن أنا وملك نفس فصيلة الدم؟ يلا عشان تبطل بقى تقول لي أنت دمك تقيل ولا ما عندكش دم. بالعكس على فكرة. بالعكس إيه؟ يعني أنت تبان في الأول كده رخم شوية، سوري يعني. بس بعد موقف تبرع الدم ده بصراحة جدع. تصدقي وانتي كمان يا صافي، أول ما عرفتك كده كنت حاسس إن انتي بخيلة ورزلة ودلدولة ملك، بس لما قربت منك وعرفتك كويس اكتشفت إن انتي تافهة جدا. تافهة جدا؟ هو انت بتشتغل إيه؟ والله أنا المفروض مدرس كيمياء وفيزياء، بس عمري ما اشتغلت فيهم. أنا وأنا في الكويت كنت بشتغل في كل حاجة، أي حاجة. كانوا مسميني شهرمان الخليج. شهرمان الخليج؟ ده بيعمل ايه يعني مش فاهم؟ لا ده اشهر نوع حيوانات هناك. بصي نوع من الوز بس بيحلبوه. طب تصدق بقى ان انا اصلا غلطانه ان انا سالتك. اتفضل دبلتك يا علي. انت نسيت تاخدها المره اللي فاتت. انا ما نسيتش اخدها يا فريده. انا سبتها قصد. لاني ما قررتش اني ما اكملش. انا بس زعلت منك ساعتها. دي حاجة ودي حاجة تانية. أنا اعتبرت اختفائك وسكوتك رد، وأنا بعافيك من أي حرج. اختفائي وسكوتي كان فرصة للتفكير، ما كانش رد. أنا قلت لأسر يكلمك في موضوع بابا. من فضلك يا علي، أنا مش عايزة أتكلم في الموضوع ده بأي شكل. طب اهدي، اهدي يا فريد، اقعدي، اقعدي لو سمحتي. فريد اللي حصل ده ما غيرش أي حاجة من ناحيتي. أنا بس عندي مشكلة تانية خالص. اللي هي إيه؟ أنا خايف إن إحنا لو اتجوزنا نكون بنظلم لوجي وباباها. وأنت لما جيت خطبتني وكنت عايز تتجوزني بسرعة ما كنتش بتظلمها؟ إيه الجديد يعني؟ الجديد إن أكرم جه زارني هنا في المكتب. زارك؟ وهو يزورك بمناسبة إيه؟ كان جاي يقول لي إن أنا كده بحرمه من بنته، وإن وجودي في حياتك مش مديكي فرصة إنك تفكري إنك ترجعي له تاني. طلب مني إن أساعده إنكوا ترجعوا لبعض. وبالعقل كده فريدة، لو رجعتوا لبعض أكيد لوجي هتبقى أسعد. أنا عارفة مصلحة بنتي كويس. مصلحتها مش إنها تعيش مع أب وأم، كل اللي بيجمع بينهم الخناق. أنتِ متأكدة من قراري ده؟ جدا. وسواء كنا مع بعض أو لأ،
انا مستحيل ارجع له. ده لو يستاهل ان انا ارجع له كنت رجعت له قبل ما تظهر انت في حياتي، او حتى افكر ارتبط بيك. طب ما دام الامور كده وانت متاكده من قرارك والامور عندك محسومه، احنا مستنيين ايه يا فريده؟ مستنيين ايه على ايه؟ يلا بينا نتجوز. ده انا هبعت اجيب المأذون بالبوكس بعمته بقفطانه باختامه بكل حاجه ونتجوز حالا. ودي تنفع الجوازه دي؟ الا تنفع. ده انا هكتب لك كتابك في محضر رسمي. مجنون. انا بقى هخلص العصير ده واخش بقى ايه املالها كيس دم كمان، وان شاء الله هتبقى زي الفل. يا رب قوم لي ملك بالسلامه يا رب، واحفظ لي عشق بطرة ما هي موجوده يا رب. عشق مين؟ عشق دي يا طنط؟ مازن خد صافي وانزلوا شوفوا لنا كده شويه عصاير او اي حاجه ناكلها. ها فين ابوك؟ طمنوا يا جماعه، حاله الانسه ملك بقت مستقره، وانا هنقلها في اوضه علشان تكون تحت الملاحظه خلال 24 ساعه، وبعد كده اكتب لها خروج. بس يا ريت انتوا قاعدين معاها تعرفوا ايه اللي خلاها تحول الانتحار، ومن الافضل ان انتوا تعرضوها على دكتور امراض نفسيه عشان ما تحولش الانتحار مره ثانيه. شكرا يا دكتور. من فضلك ممكن اطمن عليها؟ يا ستي كلها ربع ساعه وتبقى في اوضتها، تقدري تقعدي معاها وتطمني عليها وترغي معاها زي ما انت عايزه. يلا بعد اذنك. طب يا جماعه احنا نطمن عليها ونمشي كلنا، وبكره الصبح نيجي تاني. لا يا عاصم انا هبات هنا، ما اقدرش اسيبها لوحدها. وانا كمان انا هبات، يمكن يحتاجوا حاجه كده ولا حاجه. يا حبيبي هيحتاجوا ايه بس؟ كتر الف خيرك، روح انت عشان تطمن والدتك. ها وخد صفي معاك، وانا ومازن هنكون عندك بكره من بدري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اللي معادك في البرد كده يا ام بلوزه؟ مستنياك، بخبط عليك ما انتش موجود. قلقت قوي، خفت لا يكون جرى لك حاجه. ليه عيل صغير؟ ومالك داخل كده بالراحه على اوضتك على طول زي ما نكون عامل عمل؟ ولا عامل عمل ولا اي حاجه. انا بس خلاص رجليا فقفت من كتر اللف على كعبي طول النهار. وايه اللي يخليك يا اخويا تلف على كعبك من الصبح؟ بتدور على عروسه؟ لا يا ام بلوزه، بدور على شغل. عايز اشتغل. شغل؟ شغل ايه؟ اي حاجة. ان شاء الله حتى اقف ابيع في محل، اقف في مكتبة اصور ورق، اكنس، امسح. انما كل ما حد يعرف ان انا رد سجون ما رضاش يشغلني. امرك غريب، وليه تقول لهم انك لومانجي؟ انا راجل كبير في السن، الناس بيسالوني كنت بتشتغل فين قبل كده، وبعدين دلوقتي ما حدش بيشغل حد من غير ورق وبطاقة وفيش وتشبيه. وتشتغل عند حد ليه؟ وانت في ايدك شغلانة تأكلك العسل كله. شغلانة؟ شغلانة ايه دي يا ام بلوزة؟ تشتغل طباخ. هو انت مش كنت بتقولي ان مأمور السجن كان دايما يشتغلك ويقولك يا شيف؟ اشتغلني؟ كان بيشتغلني. انا مصدقاه. تعال انا وانت بقى نفتح مطعم. مطعم؟ مطعم ايه وفيه؟ جوز الله يرحمه كان عنده قهوة، بعد ما بلوز الله يرحمه مات اتقفلت، اجرتها مخزن. تعال بقى نشيل منها الحاجه وننضفها ونعملها مطعم، ورزقي ورزقك على الله. ايوه بس الحكايه دي محتاجه مصاريف وفلوس لغايه ما المطعم يتفتح. امال دول بيعملوا ايه؟ ايه قلت ايه؟ قلت ربنا كريم. بلبلة قومي يا حبتيني عشان تستحمي وتلبسي وتنزلي الشغل. انا ما خليتش البت شوشو تفتح المايه السخنه على المواعين عشان ما تخلصلكيش المايه اللي في السخان. قومي يا حبيبتي، لو اتاخرتي شمس هتيجي تعملها معايا. مش نازله. مش نازله؟ مش نازله ده ايه؟ هي طابونه؟ قومي يا بت ما تجيبيش لروحك الاذيه. يا بت قومي يا مد قيامتك. انا قلت مش نازله، وابعدي عني يا قليل، ده انا صورتكم انتي هنا. ايه ده؟ انت بتشطري عليا يا بت؟ طيب انا بقى هكلم اللي جابك يشوف له صرفه معاكي. قال مش نازله. قال Thank you.
فاهم. الله يشفيك. ماشي يا ماما. اتفضل. شكرا. لو سمحت عايزه واحده قهوه مظبوط. وانا كمان. طيب يبقى اتنين قهوه مظبوط. وعلى حسابي ها عشان تطلع تجعد. كل ده عشان شويه دم؟ طب ما انا عندي دم كتير هوفره لمين يعني؟ وبعدين كده انت كمان جدع وشكلك بتحبي ملك فعلا. ملك دي صاحبتي الوحيده يا عمر، يعني لما بيحصل لها حاجه بحس انها حصلت لي انا بالظبط. عندك حق، مالك دي انا عمري ما شفت واحده زيها، رقيقه وناعمه وزي القمر وذكيه. بس اللي اسمه طارق ده انا ما بطقوش، ما بينزليش من زور. الحمد لله انا جيت في الوقت المناسب. اه لا ده اكيد. طب بقول لك ايه بقى؟ انت ايه حكايتك يعني؟ كلمني شويه عن نفسك. والله يا صافي انا بني ادم محترم مهذب، تربيت كويس، متفوق، ذكي زي القمر. يعني تقدري تقولي كده ما فيهاش غلطه. ده زي بالظبط. طموحه، ذكيه، ما فيهاش غلطه، اموره، لذيذه. لينا انت بتقلديني وخلاص. طب اقول لك ايه بقى بجد بقى، هسالك سؤال. لا اه بجد بقى يا عمر قولي، هي مين هش؟ انت مصره صح؟ مصممه. ما انا مش فاهمه بقى بصراحه، كل شويه اسمها يتقال واحس ان في حاجه غلط، وبعدين كل ما اجي اسال محدش يقول لي مين هش دي. مالك انا اعرفها من زمان يا عمر، عمرها ما جابت لي سيره هش دي. من الآخر عشق تبقى توأم ملك. نعم توأم ملك. فاتي يا بنت أمي. إيه؟ أمي معايا. في إيه؟ في إيه؟ فين أنت قاعدة في كلمة أمك؟ أوعى كده ما تمسكنيش. لا همسكك وهتنزل الشغل ورجلك فوق رقبتك يا بنت. امشي. يلا يلا وراح مطمنك لأن دي راسك. سلي يا بنت. وكل ده ليه؟ عشان خايف عليك وعلى شغلك؟ تعال ماشي. تعال تعال يا اسف، هدي نفسك الله بلاش العصبيه دي. خد يا بنت خش جوه. الله ماشي. تعال تعال يا اخويا خلاص، خش خش يا بلبل، خش يا بنت. جرايه يا ولية، مش هنعرف نمسيهم ولا ايه؟ مش هنعرف نمس البنت. وانا اللي كنت فاكراك دماغ وابن حنت. حنت؟ انت مجنونه يا ولية؟ مش انت اللي متصله بيا في التليفون ومسخنني السخونيه دي كلها على البيت؟ مش كل الناس تيجي بالعصا يا نور عيني، كنت فاكرك هتيجي تطبطب وتدلع مش تضرب. اطبطب وادلع؟ اه الكلام ده مع نانسي. زمان واحنا صغيرين طنط ليلى اتخانقت مع الدكتور عاصم وغضبت وقعدت عندنا في البيت كام يوم. في يوم بقى من الايام وهو راجع البيت عنده ما لقاش غير ملك بس، ما شافش عائشه. كلم خالتي سالها انت جيتي خدت عائشه؟ قالت له لا ولا اعرف عنها حاجه. يعني هي تاهت ولا اتخطفت ولا ايه يعني؟ محدش عارف، قلبوا عليها الدنيا وسالوا الناس كلها وراحوا للبوليس ولا وصلوا لاي حاجه. هما ازاي اصلا يسيبوا طفلتين لوحدهم في البيت؟ ما عشان كده الدكتور عاصم مشايل خالتي المسؤوليه، بيقول لها لولا غضبك وقمصتك ما كانش حصل كل ده، والست حاسه بتانيب ضمير كل السنين اللي فاتت دي. هما طول الوقت ده ما عرفوش يلاقوها ولا هي رجعت؟ والله لحد وقت قريب كان عندهم امل وبيدوروا، بس كل ما الوقت يعدي بيخافوا اكتر لحسن يلاقوها ويلاقوا معاها كارثه ما يقدروش يستحملوها. يا حرام الله يكون في عونهم، دي مش حاجة سهلة خالص. وبعدين أكيد أنكل عاصم وطنط ليلى حالتهم صعبة قوي، وهم في كل لحظة مش عارفين بنتهم عايشة إزاي، عايشة فين.
الحمد لله هي كويسة، ربنا يقومها بالسلامة يا رب. توصلتوا؟ طب الحمد لله على السلامة، ارتاحوا بقى قولنا انت ومازن. أنا أول ما هتصحى هطمنكوا على طول. لا تليفوني مش مقفول. معلش فاصل شحن. حاضر هشحنه على طول.